وهي المصيبة هنا يقولون فد واحد حضر جلسة، جلسة علم، فالشيخ ايش قالهم؟ قالهم اولادي من باشر جيبوا كتب المنطق، باشر ندرس منطق. هو جاعد بيناتهم شالي ده، قال له شيخنا العفو شن المنطق؟ باوع له، قال له انت تلميذ طالب علم؟ قال له لا والله جيت ازور وقعدت وياهم. قال له بابا حتى لو اعرف لك ما راح تعرف حتشي. قال له شنو قصدك انا ما افتهم؟ قال له عمي مو ما تفتهم، بس انت رجال مو طالب علم. قال له هسه انت عرف لي بل كان عارف. قال له خوش، المنطق اداة تصحيح العقل صفن. قال له وهاي شنو النوم اداة تصحيح العقل؟ قال له مو شي قلت لك انا. قال له المنطق نعرف من اشياء ظاهرة نوصل الى اشياء باطنة. قال له وهاي هم وضح لي بعد اكثر. قال له من مقدمات نوصل نتائج. قال له وهاي هم بلكي بينها الي سماعه الشيخ. قال له عمي اجلكم الله اسمحوا لي يعني. قال له عندكم كلب؟ قال له اي عندنا كلب. قال له تبين بيتكم كبير؟ قال له اي والله شيخ بيتنا 1500 متر. قال له شوف من الكلب عرفت بيتك كبير، اذا عندكم غرف كثيره. قال له اي والله 16 غرفه عندنا ببيتنا. قال له اذا اخوانك وخواتك متزوجين بالبيت. قال له احسنت والله اخواني وخواتي متزوجين بالبيت. قال له تبين امك خوش مره. قال له شلون؟ قال له لان لو امك مو خوش مره تسمعني لو لا لكان خوانك وخواتك شردوا، لا ظلت شنه ولا ظل نسيب. قال له والله تمام حكيك. قال له شوف من وجود الكلب عرفت شني؟ عرفت هاي المعلومات. خلي بالك يمي، فهذا الاخ بعد من عرف تعريف المنطق بعد الدقاع ما تحمله لم عباته وطلع راح للدهات للديرة راح للريف. خطية ذولي المساكين فلاحين وينهم وين المنطق؟ رأسا طب المضيف لا سلم ولا حكي، طب وقعد. الشيخ قال له يا فلان شو لا تسلم لا تحكي؟ قال له شو سلم عليكم إذا أنتم المنطق ما تعرفونه؟ إذا أنتم المنطق ما تعرفونه. قال له مين هذا جبت لنا المنطق؟ قال له أداة تصحيح العقل. قال له ما عرفت. قال له عندكم كلب؟ للشيخ. الشيخ قال له لا. قال له شاه تبين الوالدة مو خوش أخلاق. قام علي ترى وحقك هذول اللي بالشارع من هاي هذولي هسه لابس لي شفية ومطول لحيته ومقصر دجداشته ترى من هذول، شلمتين حافظها من العرعور ورايح ويجي بيها. الله وكيلك كل شي ما عرفت.